بس المغضوب برا. شو بدك منا؟ روح من هون ولا روح يا اخي. هو واقف عم من هشام. اذا بتمد ايدك علي بكسر لك اياها. لا يا هشام. حمدي بعيد عنه بعيد. عمرك يا سيدي الحاره. هدوء وطلع من هون. يلا تعال كمل شغلك. يلا شباب يلا كل واحد على شغله. امشي عدنان امشي. تدوس علي مشان الله يا ابو حمدي. مشان الله كرمالي يزرع الداني هالمره. انا لو عرفان الجوازه فيها كل هالشرشحه وما قرب الصوبه بنوك رجالي العشر ذهبات. ومولا رمزي الحاني. مشان الله مشان الله يا ابو حمدي هدي حالك وسيدو. لا تحمل علي انا ما دخلني. ابنك لازم تربيه. نقطه هيك بعدنا المره الجايه بتعدموا للولد على الخاطر. يا سيدو بترجاك لا تاخذ على كلامه. يعني هذا ولد مغلوب بعبع ما بيطلع معه شيء. صدقني يلا يا شوك. يا مو وينو خطاب؟ مو صرت حلاله انا؟ ليه ما عم يجي يشوفني ولا يطمن علي؟ يمكن لساته متحامل على اخوك يا مو. وانا شو ذنبي؟ ذنبك انك اخته لابو ماضي. هلا ذنبي اني اخته؟ لك ريتني متت. ان شاء الله بموت ولا شفت هذا اليوم منيح. اصبري يا مو اصبري. الله يبعث لك الفرج من عنده يا رب. مثل ما عم قال لك سوي. هذا عدنان بده تربيه. بامرك يا امير. بس خلي لي اياها لبكره. ماشي. خاطرك. الله يجعل التمام على خير. امين. الله يزيد فضلك. شو عمي ليش وقفت؟ كانوا ناقصين هدول ما لا هدول واصلين من الوالد مو هيك ابو عدنان؟ اوه والله نسيت. حقك علي يا عمي. الله يتمم بخير ان شاء الله. امين. علي يسعدك. وين العروس؟ اوها امشي لبيتك دقه دقه. اوها يا حب سنوبر ومنقى. اوها وكل الفرحات بطالة. اوها الا هالفرحة من حقها. اوها وبناتنا مخباية. اوها ورجالنا مرباية. اوها وزهرنا عالداري. اوها سجادة ومراية. عطلوا اصهل لسان تبعك. ايه ليش عمتي هيك البنات بيقولوا؟ هيك يا مقوصة؟ الحمد لله اطلعوا. ان شاء الله عبال عند الجميع. الله يسلمك ابو عدنان. Thank you.
شاء الله تتحلى يا رمزي. يلا خلونا نمشي، عمتي هند عم تستنانا. تفضلي بنت عمي. تفضل انت ابن عمي. لا ما بصير انت. لا من بعدك ابن عمي. شو حنوجه بعض للصبا؟ نزلي عباسك انت وياهم يلا. شرف هندي. تفضلوا تفضلوا. شو بدي منك؟ ايه شو بدك مني؟ شو امك ما علمتك شو بدك تعملي؟ امي معنا بالبيت حتى تعلمني. شو القصة هي؟ والله نسيت ابوك مطلق امك مو هيك؟ خلص ولا يهمك حبيبتي انا بعلمك. بدي امي بدي امي. شو عم تحكي انت؟ بدي امي هلا. هو انا منين تجيب لك امك هلا؟ ما بعرف بدي امي وهلا. لا ما على القصة. طيب خلص حبيبتي روي، انت صرتي مرتي على سنه الله ورسوله. بعد عني عم قلك بعد عنيها. والله بزعل صوته بلم عليك الحاره كلها. لا تقربها. لا عم على هالليله هي. شو هالليله هي؟ ايوه خليك هيك بعيد. والله ما تقرب علي لازعل باللولي. لا حول ولا قوه الا بالله. هيك عرس وهيك عروس قال فرحنا فيها ولا فات لتمنا لا ملبسة ولا قطعة كروشكور. ايه والله لو قاعدين بتمساية كانوا شربونا قهوة مرة على المقلي. ما استحى ابوها؟ ما استحى؟ ما استحى يضيفنا شي بعرس بنته؟ هلا قيميني من سيرة العرس والعروس وهاتي احكي لي شو قال لك ابن عمك حمدي. ابن عمي شو بدي يقول لي يعني؟ شفتك واقفة معه ولي؟ قال لي شلونك بنت عمك؟ بس وانا قلت له شلونك؟ بس ايه والله بس بدك تضربي انت وهيك حكي. ايه؟ ايه شو بدك يعني قل له يعني؟ بتقول له ليش غايب عني يا ابن عمي ما عم شوفك؟ تعال لعنا مشتاقت لك، شو بكي من هذا الحكي؟ يوه يبعت قطع للساني اذا فيني اقول كلمه واحده من اللي قلتيه. وليش بقى؟ شو لسانك اكله القط ولا بس شاطر تزلغتي لوفاء على ملات صوتك وتسمع بيوت الحاره؟ لك اسكتي، شو اكلت بهدله وبهدله من عمتك هند لما زلغت لها لوفاء؟ ايه بتستاهلي. بستاهل؟ لك عيب عليكي ترفعي صوتك ولسه كريمه ما صار لها شي ميته؟ والله راح عن بالي. بس بتعرفي شو يا عايشه؟ قلت لحتى افرح له لاخوكي شوي وزلغت له، احسن ما النسوان عم يزلغطوا بالاوضه مثل الاموات. بعرف لك جابر، عم فكر عجل بالعرس تبعي. وانا هيك حملي. ومين ناوي تتجوز؟ انا من سنه لازم يكون عندي ولد لو متجوز بنته لابو عطا. شو؟ ان شاء الله لساق عم تفكر فيها؟ اللي ما داق المغراي ما بيعرف شو الحكايه. والمعنى جابر؟ بدي ارجع اطلبها من ابوها. وابوك لك جابر ابوك؟ شبك؟ حاجه بقى حمدي حاجه بقى. لسه فاكريننا اولاد صغار نحن على تطلق هي وتجوز هي وطلق هي؟ يا شو خشخيشه نحن؟ أنا الحق علي يا عمتي، حق علي. أنا السبب كل اللي صار معكم. يا رب سامحني، سامحني على غلطاتي يا رب. أنت
بالأمانة والصدق، وعهدنا علي يا كريمة أدافع عنك طول عمري إذا رجعتي. بس أخي أخي قاتل، أخي قاتل. وبعدين معك انتي؟ بعدين معك؟ قلت لك بدي أمي. خلاص أنا بكرة بروح عند عمي أبو حمدي وخلي رجع أمك لأبوكي. منيح هيك؟ بس تعالي. بعد عني، عملها بعد عني. ها استغفر الله العظيم. قلت لك بدي أمي هلأ. لك وأنا قلت لك أنه رح رجع أمك لأبوكي. وبركة ما رجعها. لك شو ما يرجعها، من غصب عنه بده يرجعها. ياه، بدك تقتل أبي؟ بدك تقتل أبي يا ظالم؟ قولي علي. استغفر الله العظيم. لك شو قلت له يا وفاء؟ شو قلت له؟ لكن شو رح بتساوي فيه؟ رح اجبره يرجع لك امك، بس انتي تعالي. طيب ماشي ماشي. خلص بقى، تعالي بقى. بعد عني، عم قلك بعد عني، لا تلمسني، بعد عني. لا اله الا الله، لك شو بدك يعني؟ شو بدك؟ شو بدك امك؟ شو أبو عدنان؟ أتجوزت بنتك وما حلينا درسنا. أي سيدو، جوزتها وبعدين شو دخلني؟ ما تكلفت العرس على عريس مو علي يا بنادير. بس أبو العبوس إلا ما يشارك يا أبو عدنان. وأنا ما بدي شارك، شو لك علي؟ ولا شيء، سلامتك. لك أنا فرنا بريحة طيبة يا بنادير، ما لي ناسك عند الصبح. بدي روح، بس بدي أقول لك. لا تقول لي شيء، استر عرضك. لا بدي أقول لك، ابنك عدنان وقت أكل قتل قدام عيونك. زعلت عليه؟ لا سيدو، ما زعلت عليه، وبيستاهلها كمان. ولك صحيح انك واحد نتين عم نادير، فريني بريحة طيبة الله يرضى عليك. تضرب من بين اللي عنده اولاد. لك تضرب انت بالصباح، حل عني بقى العمى. يا عم شو الغراز هاي؟ جاي تسأل علي؟ لا شو بدي علق علي؟ تحلقي ما تحلقي، انا فاضي. الله لا يعطيك العافية، انت رجال انت. لك عمي والله ما عارف شو بدي ساوي، قعدتنا علي، بدي امي وبدي امي. حرمي تعمل فيك هيك؟ لا مش واطي، هي قصدها مشان رجع لأمها. يا عمي الله يوفقك، رجع لها، رجع لها. لا ما بقلبك نص رجال. طيب شو عمل عمي؟ شو عمل؟ الله لا يعطيك العافية. فاروق مرني مختار، روح نادي لهذا البهيم أبو عدنان. شلون؟ الله طولنا عنه بهيم، هذا مو بس بهيم، هذا بديش، لا بديش أفهم منه. يلا روح. أمرك. كتر خيرك عمي، كتر خيرك. أنت خرجك جواز أنت؟ لا بقلك. أنا بفتح، أنا بفتح. لا يا مو الله يخليكي، خليني أنا أفتح، حسني قلبي إنه هذا أكيد غلطة. لك يا بنتي الله يرضى عليكي، الله يهديكي يا بنتي، الله يهديكي. مين؟ أنا. مين أنت؟ أنا أبو الصيد، رفيقه لأخوكي أبو ماضي. يا عيوني. يا أهلين، خير شو في؟ لا وما في شيء، بس جاي أطمن عليكي يا عيوني وعلى الست الوالدة. فيك الخير، شكراً. لحظة يا عيوني، لك جايب لك المكتوب من عند أخوكي. لحظة 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 سكري الباب يا حرمة سكري. صدقني لحظة لحظة مكتوب جايب لك لحظة مكتوب جايب لك من أخوها. بدي أكتب جلدك ملاحظ. لو بتشوف ايام وخطاب كيف قتلوا لأبو الصيد، كسروا تكسير لهالواطي. رجع الله يا عمي.
ليش طلقت مرتك ابو عدنان؟ ليش طلقتها؟ شنو؟ بس على مؤاخذة مختار، انت ليش عم تسأل؟ ما بتعرف انه العروس بدها امها بليلة دخلتها؟ بلا بعرف مختار، بعرف. ليش ما رجعتها؟ شنو؟ مرتك اليوم بدها ترجع لعصمتك. اليوم؟ وهلا. بس تخيلك يا مختار، يعني فهمني شو اللي صار. ما صار شيء. إذا ما بترجع مرتك اليوم، خلي رمزي يطلق لك بنتك وترجع لي العشر دهبات. لا لا لا، دخيلك، برجعها. يلا هو روح. ايه بأمرك. يلا. تضرب أنت ومرتك وبنتك.